بدران روي بدران المخرج وسيلين أبيض المنتجة، هن شخصين لك مثل ما كنت عم بقول قبل البريك شغوفين بعملهم وبالسينما تحديدا، ومن محبتهم بالسينما قرروا على 6 سنوات يكرسوا كل عملهم لتحقيق فيلم معروض ابتداء من 12 الشهر بلش ينعرض بالسينمات اللبنانية بعنوان بلاي انتايتل زنزخت. رح نشوف شو قصة هالبلاي، شو معنات زنزخت وكل التفاصيل معهم ببيناتنا اليوم. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. سيلين، قلت لك نحن عم نتحدث شوي تحت الهواء، قلت لك كيف بيقدر واحد يخاطر بانه يحط هالقد سنوات من حياته بفيلم يمكن ينجح يمكن لا ببلد مثل لبنان؟ العالم فيه كثير سيلكتيف، عندهم يعني خيارات معينه لحضور الافلام وبيشجعوا اكثر الافلام الاجنبيه اكثر من الافلام اللبنانيه. قلتي لي حب السينما. أكيد حب السينما. هو حب نعمل شيء جديد، نغير، نجرب نوصل فكرة بغير طريقة. السينما عندها كذا جانر وكذا طريقة واحد بيقدر يوصل فيها فكرة، وبما أنه هي إكسبريسيون قررنا أن إكسبريسيون شوي غريبة شوي جديدة. عم تقولي كذا جانر، وكان بدران عم بيقلي أنه جانر هالفيلم هو الأبسورد. صحيح، ما في أبسورد بعد نعمل بالسينما اللبنانية، ما هيك؟ ما في ابسورد نعمل بالمنطقه بالميديتراني بعد. ليه؟ لانه بعتقد نحن ثقافتنا بالبلد هون هي ثقافه الافلام الامريكانيه. يلي من اول من بعد الحرب كل الافلام بالسينمايات كانت افلام امريكانيه، ربينا عليهم، تعودنا عليهم، ربينا عليهم، تعلمنا نفكر بهالطريقه وكبرنا على هذا النمط. بعتقد صار اليوم الفيلم بيتقيم اذا ناجح، يعني ببيع اكثر، يعني في عالم تحضره اكثر. مشان هيك انا بقول السينما هي فن حزين لانه بيعتمد على المصاري كثير، مش بس تكلفه الفيلم. انت برايك ما هيدا لازم يكون يعني المعيار لنجاح فيلم؟ مش قد ايه بيحضروا عالم؟ طبعا لا، المشكله هي انه العالم تحضر الفيلم، الفيلم يلي بيسليها، الفيلم يلي بيعبي لها وقتها. طب بس مش هيدا هدف السينما بالنهاية؟ لا سيلين، هو له هدفين. السينما has two sides، يعني هو it's an art first then an entertainment. يعني هو دون شك انه هو فن، بس ما فيك تطلبي من العالم يروح يحضروا فيلم ما بيسليهم بس لانه الفيلم في كمان ناس تعذبوا عليه. في كمان افلام بتوصل مساج، في افلام بروباغاند، في افلام بتوصل شعور، بتوصل احساس. وهذا شيء يعني حتى الافلام اللي عندهم رساله لازم يكون لهم طريقه لايصالهم ليوصلوا باسرع وقت لاكبر عدد من الناس. اكيد انتم عملتوا مغامره مزدوجه، لكن قررتوا تعملوا فيلم لبناني ومن جانر مش معروف او نوع افلام مش معروف بالعالم. صح، العربي. صحيح. خفت انه هيك الفيلم وقت قررتوا انه يكون ابسورد نوع الفيلم؟ ما بعتقد، لو خفت ما كنت نطرت 5 سنين تخلصت. بعتقد كان خلص أو ما كان عمل. كبيت حالك بمجهول، قلت رح ننجح رح ننجح، كان عندك صحيح. إيمان انه رح ينجح طبعا الفيلم؟ طبعا، ولا دقيقة كان في شك. الفكرة الأساسية من الفيلم هي مثل نوستالجي لأيام معينة، أيام قبل الحرب اللبنانية، صح سيرين؟ أعطينا تفاصيل شوي. كلمة زنزوخت هي كلمة ألمانية بتعني اشتياق لماضي ما بقى بيرجع. وبما أنه هذه الكلمة بتعني هذا الاشتياق وما فينا نترجمها بأي لغة تانية، استعملنا هذه الكلمة الألمانية تحديدا. بالعربي ترجمتوا اسمه للفيلم؟ زنزوخت اسمه زنزوخت. بالعربي زنزوخت. كل الفكرة هي انه عم نحكي عن اشتياق لماضي ما بقى بيرجع، عن اشتياق لبيروت، اشتياق لبيروت القديمة. وبالفيلم كله شغلين على داتات معينة، كل الديتس بالفيلم بتلحق داتات مهمة بلبنان، يعني سامبوليزم، على تواريخ رمزية لأحداث معينة صارت بلبنان. صحيح، حتى النهار اللي نزل فيه الفيلم لو 12 جويي 2012 كان كمان تاريخ منقى كرمال لينزل لو 12 جويي. يعني هي كلها عن احساس. بمناسبة حرب تموز. بمناسبة حرب تموز. بدران عم تقلي انه الفيلم الابسورد كنا عم نحكي شوي بقله طريقة معينة بالتصوير كاخراج ولا لا هو مثله مثل افلام تانية؟ هو نوع مختلف طبعا، يعني طريقة الشغل مع الاكيب ومع الممثلين بتكون غريبة شوي، ما بتكون مثل ما بينشغل عادة. يعني الفريق كله ما كان عارف حاله شو عم بيصور، ما حدا كان عارف القصة شو هي،
حتى الممثلين كانوا ياخذوا النص يلي بده يقولوا بوقتها، يعني ما كان في دغري قبل التصوير، مش دغري قبل التصوير، يعني كان التحضير بيصير قبل بيومين للمشاهد اللي بدها تتصور. ما حدا كان عارف مقصودة؟ عن شو بيحكي الفيلم. مقصودة هاي الشغلة ليطلع ابسورد أكتر الفيلم؟ مش ليطلع ابسورد أكتر، هو لأنه ما فيك تعطي القصة كاملة للممثل من الأول، لأنه بيصير عنده شو تصور شو حقيقي شو معقول يصير، تحليله الخاص لشخصية يلي هي معقول تأذي قصة الفيلم، هيك نوع من الافلام. بس هيدي يعني بتصير عادة بالافلام يا سليم؟ بتصير اكيد بكل بكثير افلام؟ لا ديبندز على اي جانر عم يتصور وشو عم ينعمل، بيتقيم طريقة الشغل والطريقة اللي لازم واحد يشتغل فيها مع الممثلين مع الاكيب. هلا بكذا مطرح نحن اضطرينا كمان مثل ما قال روي نوصل الفكرة مثل مقسمة كرمال لكل واحد يقدر يفوت بهالبارتي من الفيلم بعدين يرجع يكمل. يعني كان ليش كان في خوف من انه حدا يحلل او يكون عنده الوجهه نظر الخاصه؟ ما كان في خوف، هذه طريقتي بالشغل كان بالنسبه لي. انا بشتغل طريقه دوغماتيك، يعني بدي الممثل تبعي يعمل يلي انا بطلبه مش اكثر. هو عاده كيف بيكون المخرج قديش بيتدخل بطريقه حسب الممثل؟ ترجع لكل كل مخرج ولا كل فيلم ولا كل قصه؟ ترجع للمخرج طبعا. للمخرج كيف؟ انزعجوا الممثلين من هذا الشيء اللي شاركوا؟ انزعجوا وانبسطوا وضحكوا وبكيوا كله، دعيوا علي ودعيوا لي. سيلين ليش اخترتوا هذا الموضوع بالذات؟ يعني انت وروي صغار نسبيا بالعمر، ما عيشتوا كل الحرب اللبنانيه من السبعينات لليوم، انتم مواليد الثمانينات تقريبا. مزبوط. ليش اخترتوا سنه ال 75 اللي هي السنه السيمبوليك لبدايه الحرب اللبنانيه وهالنوستالجي لبيروت وغيرها؟ ليش اخترتوا هالموضوع يكون موضوعكم علما انه انعمل كثير افلام عن فتره الحرب بلبنان، وانعمل كثير افلام عالجت المشاكل اللي ولدت بعد الحرب بلبنان؟ يعني صار لازم يكون كمان في هذا رايي افلام ثانيه بتحكي عن قصص ثانيه. نحن ما عم نحكي عن الحرب تحديدا، نحن عم نحكي عن البوست تروما ايفكت يلي هو الشعور يلي نحن كلنا عم نحسه، ان كنا صغار كبار بعمر كبير بعمر صغير، اذا كنا يعني مين ما كان كلبناني بحس هذا الشعور. يلي هو نحن مثلا اهلي وجدي وستي كلهم بخبروني انه كيف كانت بيروت القديمه، نحن ربينا على ذكرى بيروت. صحيح. اللي عم نحكي فيه هو بوست تروما، يعني كلنا عايشين اليوم مثل كانه بدينايل بيسموه. صرنا اقولك بوست تروما ولا بعد تروما؟ يمكن بعدنا تروما، نحن بدينايل فيز، بنقول انه نحن لا لبنان ماشي الحال، بس بالنتيجه نحن مثل كانه عم ننكر شيء صار قبل. هيدي هي الفكره، وهو مبني على شعور. الفيلم ما بيحكي تحديدا عن الحرب ولا منشوف فيه حرب، بيحكي عن كوكب انفجر، ما بيحكي عن 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 بيروت دايركت، بس كل رمزيته بتدل على هالحنين للماضي اللي مش صحيح. ممكن واحد يرجع يشوفه. خلينا نشوف تريلر لكان لزنزخت او بلاي انتايتل زنزخت. In unterschiedlichen Intervallen anrollen. Nicht alleine auf diesem Schiff. Ein Arzt reist mit dir. Ein deutscher Arzt. Ein Hypnotiseur.
Dieser deutsche Hypnotiseur bin ich. روي، مين شارك بهالفيلم؟ مين من الممثلين؟ الأستاذ كريستيان غازي مخرج سابق عنده تاريخ كبير. ياني فاو ممثل ألماني اللي بيلعب دور دكتور أورخ اللي بيجي من ألمانيا على لبنان تيعالج هالمريض اللي شهد انفجار الكوكب. صحيح. وعندنا فارتان ميغرديتشيان عم بيلعب دور الفيلسوف بقلب راسه للمريض. أدوني معلوف دور المهرج الكلون كمان بقلب راسه. سيريل باسيل وغدي أغي وزياد نجار. سالين كتار عم بيحاولوا أنه كمان هني يحققوا أحلامهم بأنه يعملوا فيلم أحلامهم، بس اللي عم بيكون ناقص هو الإنتاج. فكيف مولتوا لتنفيذ هالفيلم؟ التمويل كان صعب مثل كل الأفلام. كان في شوية برايفت انفستمنت، شوية مصاري من نحنا، في شوية مساعدات، في سبورت أخذناه كتير كبير من الوزارة الخارجية الدنماركية. تقدرنا نعمل كل الصوت بالدنمارك، بس ما وقفنا. يعني هو إذا أخذ مدة طويلة هي لأنه كانوا sometimes resources كانوا ما نقدر نحصل عليهم، ما نقدر نوصل عليهم، وبمطارح تانيين كنا نقدر نوصل نسرع وتصير القصص أسرع. الفيلم مدته ساعة وربع. صح. قديش كلف؟ بدكم تحكوا عن الكلفة ولا لا؟ مالي، خلي الكلفة بعدين. بتفضل ما نحكي فيها. وتصور كله بلبنان؟ تصور كله بلبنان. البوست برودكسيون بس اخر شقفه منها الصوت، انعملت بالدنمارك شقفه منها وشقفه منها هون بلبنان. شو بتتامل من هالفيلم روي؟ شو بتامل؟ انا بطلب من المشاهد اليوم، خليني اجاوب بغير طريقه. اوكي. السينما تبعيتي مثل الموسيقى. نحن اليوم ما عم نخبر قصه، نحن اليوم عم نوصل احساس. بطلب من المشاهد يوثق باحساسه، لانه يلي بحسه كثير حلو. بمجرد ما يوثق باحساسه لوحده لوحده الرساله رح توصل. لوحده الاحساس رح يوصل، رح يحس بالرساله اللي انت عم توصلها. مو رح يحس باللي نحن عايشينه اليوم، رح يحس بهال الروحه. مش لمحل اليوم، مش رايحين لمطرح. بيروت ما بقى رح ترجع مثل ما كانت، لبنان رح يبقى مثل ما هو الا اذا بصير تغيير طويل عريض. الله يطمنك. منيح اللي شفتني لرولا خبر، يأستنا بقيت. في اوبتيميزم بس. في اوبتيميزم قوي. سالين، شو الرساله من ورا الفيلم؟ رساله من ورا الفيلم هي نخلي السينما تمشي بلبنان. هي في كثير مبادرات سينمائيه وفي كثير افلام عم تطلع هلا، والهدف من وراء الفيلم يلي نحن عملناه مثل هدف اي واحد، نحقق حلمنا اول شيء، وثاني شيء نقدر نوصل صوتنا لابعد. نحن حققنا حلم ووصلنا لمطرح نحن قادرين نكمل، وصار عندنا كونكشنز بلبنان برات لبنان، وقادرين نمشي لقدام. وبس الهوب والسوي اذا بدك تبعوا لي هو انه نكمل نضلنا عم نعمل سينما، لانه اندستري اوف سينما كثير مهمه للبنان، كثير مهمه للمنطقه. ولليوم الفيدباك كيف كان على الفيلم؟ يعني من 12 شهر لليوم صار يعني بقى تقريبا اسبوعين. صحيح. شو كيف عم تشوف شو الاصداء اللي عم تسمعوها من الناس اللي عم يحضروا؟ الاصداء كثير حلوه. يعني انا كنت متخيل الكل يطلع مش مبسوط. عم نسمع اصداء حلوه وعم نقرا قصص حلوه. يعني عارف حاله انه عامل فيلم ابسورد، متخيل العالم تطلع مش مبسوطه، لانه عارف انه صعب انه واحد يلتقط يمكن مش صعب الافلام، لانه مش معودين عليهم. اليوم ما حدا اذكى من حدا. كل انسان بيحضر هذا الفيلم قادر قادر يفهم مثله مثل غيره، بس بمجرد انه يوثق باحساسه لا اكثر ولا اقل. بيزعجك انه كل واحد يفهمه بطريقته لهالفيلم؟ ابدا، بالعكس، ما هي هذا المقصود. شو حلو تنزل انت وسيلين تحضروا الفيلم، سيلين تطلع من الفيلم تقول انا فهمت كذا كذا، تقولي لها انت لا انا فهمت هيك. الحوار يلي بيصير بيناتكم
هو عم بينقل الفيلم من قلب الشاشه لبرات الشاشه، عم بيصير الفيلم عايش برات الشاشه، وهيدا كافي لتعتبره للفيلم فيلم ناجح. طبعا نحن بنقول لكم جود لك، وراح نشوف الفيلم. انا ما شفته بعد بس ناويه اني اشوفه. وين عم بيكون معروض؟ باي سينما؟ متروبوليس سوفيل. متروبوليس سوفيل من 12 شهر وباقي هلا باقي بعد في هلا باقي. لكن بلاي انتايتل زنزوخت لكل اللي حابين يشجعوا السينما اللبنانيه وايضا يعيشوا هالرساله وهالتجربه مع سيلين وروي بمتروبوليس سوفيل. بعد البريك رح نكمل باقي اللايف، خليكم معنا.